السلام البنات، صافا؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ نتمنى تكونوا في احسن الاحوال وفي صحه جيده. بالنسبه لي دخلوا القناه ديالي كنقولهم شكرا بزاف لهلا خطاهم وخلاو لي جيم وتعاليق زوينين، الله يحفظهم. اليوم عندي ان شاء الله عرضه، غيجيو عندي ان شاء الله العائله ديال الزوج ديالي، غادي يحضروا معايا غوتي وعشاء ان شاء الله. بالنسبه للعشاء ان شاء الله غادي نوجد دجاج مشرمل وغادي نعمر بواحد الحشوه كتجي لذيذه بالفيرميسان ان شاء الله والشاركوتري والفرماج. بالنسبه للدجاج من بعد ما غسلته بالحامض والملحه وسقطرته مزيان شرملته باش نشرملو، احتاجيت الموتارد الصوجا. بالنسبه للتوابل درت فيه البزار، سكينجبير، الخرقوم، ملون اصطناعي ضروري، الدجاج ديال العراضه خصو ملون اصطناعي، الثومه طريه حكيتها، وزدت الثومه معشبه. بالنسبه اللي عنده الثومه معشبه مزيان، واللي ما عندوش ماشي مشكل، هذه اضافه يقدر يدير الثومه غبره. وزدت جوج معالق ديال زيت البلديه، خلطت كل شيء وشرملت به الدجاج. ضروري الدجاج ندير له شي ثقبات في الصدر باش تدخل له مزيان شرموله، ونشرمل تحت الجلده ديال الدجاج، ندخل شرموله مزيان نشرمله ونخليه يبات. اللي عنده الوقت من الاحسن يخليه ليله كامله، واللي ما عندوش الوقت 4 ديال السويعات كافيه باش تخلو شرموله مزيان. وهانتوما معايا
غادي ندوزو ان شاء الله للخضر. غادي نرافق دجاج مشوي بخضر. غادي نحتاج البطاطا، خيزو، لوبي خضراء، اللي عنده جلبانه يدير جلبانه، اللي عنده القرعه خضراء مزيان. بالنسبه ليا انا كنفور الخضره، ما كنبغيش نسلقها. وعندي واحد الطريقه باش تبقى الخضر في اللون ديالها، وحتى في الحطه كتجي زوينه. كندير كل الخضره كنديرها بابي كويسون، كنزيد البطاطا في بابي كويسون، كنزيد لها شويه ديال الملحه وزيت البلديه، وكنسد البابي كويسون. نفس الشيء كنديرها الخيزو، كنزيد لها مليحه زويته بلديه، وكنسدها في بابي كويسون ولاغيكو. كذلك ندير كاع الخضر، نجمعهم ونديرهم في البرمه كيفورو. بالنسبه للحشوه ديال الدجاج راه مشى لي المقطع. كان درت فيها الفيرميسال، الشعريه الصينيه، بعد ما صبيت عليها الماء سخون واستقطرتها وقطعتها بالمقص. ضفت لها زيتون خضر مقطع دوائر، ضفت لها كذلك شامبينيون حتى هو شحرته، شويه ديال زيت البلديه وشويه ديال الثومه، وضفتو للفيرميسال. وزدت على هاد المقادير زدت عليها الشاركوتري مقطع مربعات، والفرماج اللي عندكم، فرماج احمر اللي عندكم، موتزاريلا مقطعين، وزدتو الحشوه والتوابل وزيت البلديه والتوابل. درت العطريه ديال الدجاج وخلطت كل شيء الحشوه وعمرت به الدجاج. من بعد ما عمرت الدجاج دفعتو للفران ديال الزنقه، كيجي زوين مشوي، كيجي لذيذ. وهو الدجاج من بعد ما طاب زينتو ببيض السمان بالفرماج وبالزيتون الاخضر. تقدروا تزينوا باش ما بغيتوا بلا دان فومي ولا لي كروكيت. وفي الجوانب نزلت الخضر المفوره، البطاطا، خيزو، لاغيكو، وما تبقى لي من الفيرميسال نزلته في طبيسلات. وبالصحه والراحه.